كنشكروا هاد الناس هادو على هاد المبادره اللي دار هاد الجمعيه ديال فين فونداسيون هيلغا هيدريس. مبادره اللي طيبه وحنا فرحنا بزاف ملي شفناهم كيتعاملوا هاد المعامله الطيبه مع هاد الحيوانات، حيت ديما تيوقع لينا مشكل هنا ديال الماء، مرة تيقطعوا علينا الماء هنايا وتيخلوا لنا البعير عطشانين. كنتمنوا ديما تبقى هاد المبادره هادي. واش هاد الناس تيجيو ديما؟ المهم انا اول مره كنشوفهم بصراحه، اول مره كنشوفهم كيشربوا البعير بعدا. كيجيبوا الماء ديالهم وكيجيبوا انت عندك كوتشي؟ عندنا كوتشي. كي داير الوقت هاد الايامات مع الجفاف مع الماء؟ ما خويا مكرفصين من ناحيه الماء والجفاف، والله يدير السوال ديال الخير فهمتي، وما كاينش شي معاونه فهمتي، الناس ما تيتعاونوش معانا. الناس شبعنا كريديات وشبعنا بزاف، يعني راه مكرفصين الناس هنا. نتمنى يديروا شي بعين الاعتبار، الناس معنيين بالامر يشوفوا من حالنا. وهذا الشيء اللي كنتمنى ان شاء الله.